ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الروس والفصائل العسكرية السورية بمحادثات سرية في العاصمة التركية أنقرة، لكن مصادر مقربة من المحادثات قالت إنها المرة الأولى التي يشارك فيها عدد كبير من الفصائل العاملة على الأرض. مسؤول بارز في المعارضة السورية اتهم روسيا بالمماطلة في المحادثات مع الفصائل بشأن الوصول إلى اتفاق حول مدينة حلب، مشيرا إلى تأجيلها إلى يوم غد الأحد وفق ما ذكرته وكالة رويترز، في الوقت الذي كشفت فيه حركة أحرار الشام على لسان محمد الشامي القيادي البارز فيها عن اتفاق لخروج مقاتلي جبهة فتح الشام من حلب عبر ممرات إنسانية إلى إدلب مقابل وقف القصف والسماح بإدخال مساعدات إنسانية عبر معبر الكاستيلو بضمانات تركية، مشددا على وجود مماطلة شديدة من قبل الروس فيما يخص حلب. مصادر سياسية أكدت أنه لن يتم إحراز أي تقدم في النقاشات المستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن ما يحصل الآن في أنقرة لا يزال في إطار المقترحات التي تتقدم بها الأطراف، لافتة إلى أن الفصائل التي تشارك في المباحثات يجب أن تتشاور مع المحاصرين في حلب الذين يعود لهم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرهم، كما أن موسكو مضطرة إلى التشاور مع الإيرانيين باعتبار أنهم والميليشيات الشيعية من يقودون فعليا الهجوم البري على المدينة. رئيس وفد المعارضة في الهيئة العليا للمفاوضات العميد أسعد الزعبي أشار إلى أن فصائل الجبهة الشمالية طالبت بحماية المدنيين في حلب من القصف، إضافة إلى إخراج الجرحى والمصابين من المدينة، كما تم طرح إخراج المدنيين الراغبين بالمغادرة من خلال ممرات آمنة وليس كما جرى في السابق، فيما استبعد الزعبي أن يتم التوصل لأي اتفاق بين الفصائل العسكرية وروسيا. بدورها الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على الأنباء الواردة من أنقرة حول الاجتماع، وقالت إن الولايات المتحدة لا تملك أي معلومات عن أجندة هذه المفاوضات أو إذا كانت تجرى بالفعل، في حين رحب مارك تونر المتحدث باسم الخارجية بهذه المفاوضات مضيفا أن بلاده ترحب بالمساعي الحقيقية التي تخفف معاناة الشعب السوري.